مش الصلاة زي ما الأزهر والمفتي فضيلة المفتي قالوا مش ضروري صلاة الجماعة في الوقت الحالي. ففي مجموعة طبعا الماسكات بقت واضح إن هي حاجة في غاية الأهمية، وأنا شفت الحديث بتاع سيادة الرئيس النهاردة وكله كان لابس ماسكات، وده حاجة مظبوطة جدا. ممنوع استعمال المواصلات العامة للعاملين، في استعمال فقط الأوتوبيسات المؤجرة. يعني بتحاولوا تتعاملوا مع المسألة على مستوى الإجراء الصحي؟ بنحاول إن احنا تملي الأوضاع بتاعة العاملين تاخد أولوية أولى وصحتهم. طب بمناسبة الناس إشارة في حضرتك السن والأمراض المزمنة، بمناسبة إشارة حضرتك لموضوع الإجراءات الصحية اللي شفنا النهاردة حدث رئاسي بيتم من خلالها أو بالحرص عليها يعني. صح. برضو رئيس الجمهورية النهاردة كان بيتكلم على موضوع التخفيض الأجور في القطاع الخاص، حضراتكم عملتوا إيه؟ إحنا ما خفضناش غير بعض المديرين الكبار اللي بياخدوا مرتبات مرتفعة، لكن الناس اللي بتاخد مرتبات لغاية أرقام معقولة جدا محدش هيتأثر بأي صورة من الصور. قلنا أيضا إنه الشركات اللي بتتعامل مع الجمهور مش هتعلي أسعارها لغاية بعد العيد، علشان ما يبقاش في تصور إنه هذه الأزمة في ناس بتستغل هذه الأزمة. فمجموعة كبيرة من الإجراءات اللي احنا أخدناها لأنه لازم نوصل لهذا التوازن وكلنا نطلع من الفترة الصعبة جدا دي هي بطريقة معقولة جدا. فكرة ساعات العمل، فكرة ساعات الإنتاج، احنا النهاردة هو اليوم ما قبل الأخير في الأسبوعين الأولانيين لحظر التجول الجزئي. احنا شغالين في كل المصانع وكل الشركات الزراعية وكل الشركات عموما بنفس الكاباسيتي، بنفس الطاقة اللي كنا شغالنا، الوتيرة اللي كنا شغالين بيها قبل الأزمة، مع تغيرات صغيرة جدا لكن احنا شغالين بطريقة طبيعية جدا. طبعا اخذين في الاعتبار انه الحظر بيطبق على الجميع وانه إجراءات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالحظر لازم أن تحترم بطريقة واضحة يعني. ممكن حضرتك تقول لي الاقتصاد المصري، احنا كلنا من 3 أو 4 أيام، من فترة يعني من أيام كان في تقدير اقتصادي بيقول إنه النمو الاقتصادي السنة دي في آسيا هيبقى صفر، الوباء سيلتهمه. الوضع الاقتصادي المصري الآن أو ما قبل كورونا وما نتصوره بعدها؟ لا، في تأثير. لا يمكن انه خلي بالك انه مصر شغالة يوليو يونيو، فالتأثير على الارقام في سنة 19 20 مش هيكون كبير قوي لانه هذه الأزمة فيها 8 اشهر من غير مشاكل و4 اشهر فيها مشاكل. لكن لو تيجي تبص على حد شغال على سنة مالية يناير ديسمبر، لا طبعا هيبقى في تأثيرات كبيرة جدا. صفر ده مع التفاؤل. خلي بالك أستاذ شريف، أنت بتتكلم على صناعات بالكامل خلصت، السياحة في حوالين العالم مضروبة تماما، شركات الطيران مضروبة تماما، المطاعم والترفيه مضروبة تماما. فأنت بتتكلم على، وبعدين عندك مصانع كتيرة حوالين العالم قافلة بسبب هذه الإجراءات في بلاد كتيرة. لا طبعا في تأثير هيبقى كبير جدا على الاقتصاد العالمي. وأنا بقى يعني سعيد جدا لو حضرتك بتقول لي إنه خلال العام المالي يناير ديسمبر 2020 النمو في العالم يبقى صفر، ده يبقى حاجة هايلة يعني. في ناس كتيرة قوي في أمريكا النهاردة بتفقد وظائفها في 6 مليون. لا معلش عشان احنا الحاجات دي ما بنفهاش بسهولة يعني. يعني ايه حضرتك بتقول تبقى سعيد قوي لما النمو في العالم يبقى صفر؟ هو ممكن يبقى أسوأ من كده؟ ايه يعني ليه سعيد؟ نقص بينكمش. طب ما هو ده اعلن عنه الصندوق النقد والبنك الدولي ان احنا وصلنا لمرحله الركود. ما هو ده اللي انا عشان كده بقول لحضرتك، انت بتقول لي يبقى النمو 1%، فانا بقول لحضرتك ابقى سعيد جدا لو النمو صفر، لكن في تقلص طبعا في الاقتصاد العالمي، ما عنديش شك. طب المكنة